تعالوا بعد ما اتكلمنا نشوف كمان عندنا الاخبار السريعه في المحترف بتقول ايه. خلينا نتكلم مع سكالوني. سكالوني طبعا المدير الفني لمنتخب الارجنتين، طلع وبيقول دي ماريا اسطوره ولن يتراجع عن الاعتزال. دي ماريا طبعا اعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد الفوز ببطوله كوب امريكا 2024. ليونيل سكالوني بيأكد ان المنتخب الارجنتيني ان فريقه يستحق اكيد التتويج بهذا اللقب، وقال بعد المباراه مع كولومبيا وقال كده في الشوط الثاني تحسن ادائنا بشكل كبير، كنا نستحق الفوز في الوقت الاضافي وده بيعطي دايما الفريق شيء اضافيا. وقال ساظل ممتنا الى الابد لافراد هذا الفريق لما يقدمونه، وانا سعيد لان الناس تشعر بالسعاده لاننا نتواجد هنا من اجل اسعاد الجماهير. عن تالق طبعا دي ماريا قال سكالوني اتخيل انخل دي ماريا قدم بعض المباريات المذهله معنا، ولكن مباراه اليوم كانت المباراه الافضل. اضاف كمان وقال عندما كانت قدميه لا تعمل بدا انكل دي ماريا الركض وكانه لاعب يبلغ سن ال 25، انه اسطوره قرر الاعتزال ولا يمكن لاحد ان يقنعه بالتراجع. ده كمان يعني بعد ما قلت ان مولر او هقول ان مولر كمان اعتزل دوليا، لكن كمان دي ماريا اعتزل على المستوى الدولي. وعن تتويج المنتخب بقى الاسباني كمان سكالوني قال ان المنتخب الاسباني وقال ان جزء من عائلتي من اسبانيا وبتربطني علاقات مميزه بهذا البلد، اليوم كان احتفالا مضاعفا. طبعا بيتكلم على فوز اسبانيا باليورو وفوزه هو بكوب امريكا. زي ما قلت لحضراتكم رسميا توماس مولر بيعلن الاعتزال الدولي. اعلن توماس مولر طبعا الفائز بكاس العالم مع المانيا في 2014 مع المنتخب الالماني اعتزاله اللعب النهائي الدولي في طبعا مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال اللاعب وسط فريق طبعا فريق بايرن ميونخ بعد تقريبا 14 عام وخوض 131 مباراة دولية قررت إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الألماني. طبعا جاء إعلان مولر اعتزاله اللعب الدولي بعد طبعا يوم من انتهاء منافسات اليورو أوروبا 2024، يمكن زي ما بقول لحضراتكم أقيمت في ألمانيا وكانت تعتبر المباراة الأخيرة لمولر مع المنتخب الألماني زيه زي توني كروس. وطبعا المنتخب الألماني ودع المنافسات البطولة في دور الثمانية زي ما حضراتكم عارفين أمام المنتخب الأسباني اللي فاز بهذه البطولة عن جدارة. وكمان مولر قال أود أن أشكر كل الجماهير وأعضاء المنتخب الوطني، شكرا جزيلا لدعمهم طوال السنوات الماضية. جبنا مولر كمان اتكلمت على بلينجهام. بلينجهام الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم ما اداش أداء متميز في هذه البطولة، ولكن طلع وقال سأظل أحب ساوث جيت وأحترمه. حضراتكم عارفين ساوث جيت قبل البطولة وهو نفسه قال إن لم أحصل على هذه البطولة في الغالب حيمشي من المنتخب الإنجليزي، لكن وصوله للمباراة النهائية في اليورو المرة الثانية على التوالي علاقته مع اللاعبين بيقول إنه يعني بلينجهام بيقول إنه بيحب ويحترم هذا الرجل كثيرا. على بيتكلم على جاريس ساوث جيت مدرب المنتخب الإنجليزي، وقال إن بغض النظر عما إذا كان سيبقى أو سيرحل من منصبه بعد خسارة اليورو 2024 أمام المنتخب الأسباني، بلينجهام قال بالنسبة لي الأمر متروك أكيد للمدير الفني وما سيحدده المنتخب أو الاتحاد الإنجليزي. كمان قال ليس لدي سوى الاحترام لساوث جيت لأنه يعني منحني مشاركتي الأولى مع المنتخب الإنجليزي وجعلني أشعر أنني في المنزل. وكمان قال إن شعرت خلال العامين الماضيين إنه شخص يمكن تجاوزت علاقتي معه بكرة القدم قليلا، حيث أشعر أنه بإمكاني أن أفتح قلبي له كثيرا، وأعتقد أن هذا يدل على مدى قيمة هذا الرجل كإنسان وليس كمدير فني للمنتخب الإنجليزي. كمان بلينجهام أكد أن مهما كان ما يحدث مع ساوث جيت سأظل أحترمه إذا استمر وأكون داعم لي في الفترات القادمة، ويعني بيقف أمام أو بجانب مديره الفني اللي ما زال ما حدش عارف هل الاتحاد الإنجليزي سيقيل ساوث جيت ولا لأ. بعض الناس بتقول هو
لغايه دلوقتي افضل مدير فني ادار المنتخب او مسك الاداره الفنيه للمنتخب الانجليزي بالنتائج الرائعه اللي بيعملها، ولكن بعض الناس بتتكلم على ادائه وتحفظاته في بعض المباريات، بعض اللعيبه مش في مستواها لانه بيضع بعض اللاعبين في مراكز مش في مراكزها، عنده نوع من انواع القلق شويه، يعني مش من نوع المدربين اللي بياخدوا ريسك كبير. يعني المنتخب الاسباني قليل، الالماني الانجليزي اسف، انه ممكن يكسب 3-4، لا عنده تحفظ كبير رغم عنده سكواد على اعلى مستوى بالنسبه للاعبين الموجودين، لكن يبقى الاتحاد الانجليزي صاحب القرار في بقاء ساوث جيت على راس الاداره الفنيه للمنتخب الانجليزي ولا لا، ده اللي هنشوفه خلال الفتره اللي جايه. طيب نطلع لفاصل مع حضراتكم، بعد الفاصل نستقبل ضيفنا النهارده الناقد الرياضي المتميز ايهاب الجنيدي عشان نتكلم على بالتفصيل يعني مش الممل، التفصيل الجيد جدا لبطوله يورو 2024، نتكلم على كوب امريكا، نتكلم على ليونيل ميسي. سؤال بيطرح نفسه لحضراتكم دلوقتي، هو مين اللي هياخد الجولدن بول؟ مين اللي هياخد الكره الذهبيه لهذا الموسم؟ سؤال كان بيروح لبلينجهام لو فاز باليورو، سؤال كان بيروح لهاري كين برضه لو هياخد اليورو، سؤال الحقيقه بقى صعب جدا، من هو صاحب الكره الذهبيه لهذا الموسم؟ سؤال صعب، لكن ان شاء الله الايام اللي جايه هتقول لنا. عايز اعرف راي حضراتكم فيه كمان، ولكن خلينا نقول كمان على مستوى الكره العالميه ان زي ما بقول لحضراتكم ان خريطه، زي ما كنا بنتكلم كده، خريطه الكره الافريقيه اتغيرت ببعض المنتخبات اللي عندها، يعني كنا بنسميها المنتخبات يعني الليفل سي، يعني في الليفل الادنى. الحقيقه البطوله دي سلوفاكيا عمل مباريات اكتر من رائعه، بنتكلم على فريق رومانيا كمان عمل مباريات اكتر من رائعه، وبدانا نتكلم ان بدا حتى على المستوى الخططي بالنسبه للمدربين في تغييرات كثيره جدا في يعني في الفورميشن بتاع اللعيبه، في اداء اللاعبين داخل الملعب، ما بقتش خلاص عمليه الاستحواذ هي الحاجه المودرن، الحاجه الجديده دلوقتي، لا الاستحواذ بقى جزء من المباراه بيخدم الخطه وبيخدم الكره الهجوميه، لكن ما زال حتى خلي بالكم الفيفا ما زال يبحث عن بعض القوانين اللي تخلي المباراه اسرع شويه وتخلي عدد الاهداف اكتر شويه. يعني على سبيل المثال بنشوف التسلل خلاص عارفين دلوقتي التسلل بيبقى مش بالسنتي، ده بالملي الملي الملي، يعني بيقف عنده الفار، لكن في تفكير في الاتحاد الدولي انه ممكن جدا جدا ان جزء من جسم المهاجم لو سابق ما يبقاش اوفسايد، يعني ده بيدرسوه دلوقتي ان لو في جزء رجل للمهاجم سابقه لا ممكن جدا يبقى مش اوفسايد، الا لو كان في لحظه يعني اكتر من 75% من جزء اللاعب هو اللي سابق ممكن جدا يكون فيها تسلل. يعني هم عايزين كمان يوصلوا لحته ان هو، لان خلي بالكم بعض الناس بتتكلم لما بيكون في فاصل الخط مثلا، الخط بيبقى يا دوبك في ملي، بيبقى خلينا نتكلم مش دي كره القدم، بيبقى انفير شويه، يعني مش ملي في الجزمه بلبس 46 فالدرجه ديت خلاص لغت جول او تسببت في الغاء جون وبالتالي ممكن تخسرني بطوله، فخلي بالكم جزء منها فيها ديبيت كبير قوي وفيها قلق شويه، وممكن جدا خلال الفترات اللي جايه نشوف الاتحاد الدولي الفيفا بيحاول ينزل قوانين جديده وخاصه لموضوع التسلل لتسريع عمليه اللعب اكتر، لكمان اضافه الحماس والاهداف الكثيره في المباراه. نطلع لفاصل، بعد الفاصل معانا ايهاب الجنيدي.